انت شايف ان اقامه المباراه كانت في موعدها 24 و25 سبتمبر كانت هتبقى افيد للنادي الاهلي. بص حضرتك، الحديث عن الشق الفني ده بيبقى يعني المدير الفني هو الاقدر بيه، لكن انا اكلمك على اللي انا شايفه. بالظبط. النهارده كارتيرون مثلا عامل تصريح بيقول التاجيل كارثه. كارثه؟ بيقول كارثه بالنسبه لنا، ان احنا وصلنا لقمه التوب بدنيا وعاملين نتائج هايله وجاهزين لمواجهه اي حد. التاجيل بالنسبه لنا ممكن يضرنا، ده وجهه نظره هو اللي قايلها الراجل. فايدر اعتقد مش هيتكلم ويقول وجهه نظره، لكن انا ما كمتابع وشايف، انا شايف انه التاجيل في ظل حجم الاصابات الرهيب اللي بيعاني منه النادي الاهلي، سوء الحظ في كثره الغيابات المتتاليه اللي مش مفهومه، مش يعني مش عارف، مش يعني مش لاقي تعبير. عاوز اقول لك عاوزين ندور لها على حل. يعني حل في على مدار اكتر من سنه والتانيه لعيبه بتصاب بصوره، يعني مباراه واثنين وتدريب واثنين، وفي ناس غايبه خايفه عند عدم الثقه. يعني دي في مشكله غريبه كده، يعني في سوء يعني حظ، في عدم توفيق، لكن دي كلها اختبارات وابتلاءات من ربنا سبحانه وتعالى. اعتقد انه ان شاء الله يستطيع الفريق ان هو يتجاوزها ويطلع منها. التاجيل بيديك فرصه انك تلتقط الانفاس، عندك انك انت انك تنهي مسابقه الدوري مبكرا 8 نقاط، في عندك 3 مباريات، عندك مباراتين في اسكندريه متتاليتين، يعني ان شاء الله التوفيق يكون حليف الفريق فيهم برضه. تنهي يعني انت ممكن تنهي الدوري في ماتش الاسماعيلي والاتحاد، رغم مباراتين صعبتين جدا والمنافسه هتبقى مباراه، هيبقى لقاء يعني من اللقاءات اللي هتبان فيها قدرات اللعيبه. هنتكلم على اللقاء ده، لكن انا من وجهه نظري كمان اعتقد التاجيل ده كمان طوق نجاه للاتحاد المصري او للجنه الخماسيه. ليه؟ احنا فاكرين الاسبوع اللي فات ان الاتحاد الافريقي قال ان يوم 20 اكتوبر لازم تكون القوائم او الانديه لازم تكون مبعوثه. فانت عندك فرصه كبيره، الناس ما بتفكرش برضو، يعني الناس زي ما بقول لك هي مجرد هجوم على النادي الاهلي ومجرد تشكيك في قرارات النادي الاهلي. انت لو تفكر بعقلانيه كده، ده انت عندك فرصه من ذهب بالنسبه للجنه الخماسيه، انك خلال الفتره ديت انت ممكن تلعب يعني حتى لو مباراه 16 و17 اكتوبر. اعتقد الفتره اللي كان هيبقى فيها توقف انت ممكن جدا تلعب مسابقاتك او الدوري يضغط اكتر، مش هو مضغوط، لكن هتبقى عندك فرصه كبيره جدا وفرصه يعني تتعدى 90% انك تحدد قبل 20 اكتوبر الاربع فرق، يعني النادي الاهلي طبعا ان شاء الله البطل، تحدد الثلاث فرق اللي هيلعبوا الكونفدراليه، يمكن الفريق الرابع هيلعب بطوله عربيه، لكن ويحدد كمان مين الهابط. فدي فرصه من ذهب انك كمان تبص للمصلحه العامه. لا دي فرصه ان لو الموضوع اتاجل على المستوى الفني، انت عندنا اصابات ممكن ترجع بشكل كويس، انا بتكلم على الاهلي والزمالك كمان، النادي الزمالك عنده كمان ممكن يستعد بشكل من خلال بطوله الدوري انه يستعد بشكل افضل. على المستوى بقى المصلحه العامه، لا انت ممكن جدا اتحاد الكوره يبقى يوصل قبل 20 اكتوبر وانت خلاص انت موفق اوضاعك والامور خلاص يعني. اما هو يعني في حاجه يعني احنا نوضحها، انه من اتحاد الكوره تم اخذ رايه في الموضوع واعلن وافقته، موافق على مساله التاجيل. يعني انا في الصالح ان انا ممكن انهي المسابقه واريح كمان دماغي من مساله القوائم، وادى الدنيا الصوره واضحه بالنسبه لي مين واحد يعني واحد واثنين وثلاثه واربعه، بقى خلاص عرفت مين الترتيب بدل ما انتظر واحط مثلا مش عارف ايه رقم مش او علامه لما انتظر يبان من الثاني والثالث والرابع والكلام ده. فاعتقد برضو اتحاد الكوره برضو فكر في هذا التفكير وشاف انه في صالح اللاعب. يعني ايه، مش عاوز اقول لك نعكس الامور، ولو الامور حصلت عندنا هنا يعني واتطورت زي المغرب، هل هتستطيع انك انت تروح المغرب؟ كنت تقول لك ان انا كان كنت يعني انت هتقول ان طلبت يا جماعه عاوزين ناجل، هيقول المغرب تقول لك لا، ما اعتقدش هتقول لك لا. يعني اعتقد ان الامر هيبقى علاقات، الامر هيبقى مساله علاقات وتح. ليه؟ لما المغرب قالت ان انا مش هقدر انظم كاس الامم الافريقيه، الذي تصدى للمشهد هي مصر. صحيح. وقدمت واحده من اروع البطولات تنظيما، ملاعب، رغم انها خسرت البطوله على ملعبها، لكن الهدف النهائي كانت ايه؟ كان فاز بها منتخب شقيق وهو الجزائر، وكنا في حاجه ان الجزائر تفوز عشان ينتهي حاله الشد والجذب ونبين حجم العلاقه اللي بيننا وبين الجزائر، وانه اكبر من مباراه كره قدم، علاقه شعبين مهما يكن مهما يحدث مهما يعكرها من الصف، لكن في الاساس العلاقات لها جذور، والجزائر قصه حب وعشق بين مصر والجزائر لا نستطيع ان احنا نقولها دلوقتي. فاعتقد انه الـ 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 الامور دي الاتحاد المصري برضه لما ابدا موافقه على الكلام ده ما خدش الكلام ده كده من دماغه، برضه عاوز برضه فكر في الجزئيه دي اعتقد، وانه شافها فرصه ان احنا ايه يبقى الدوري يحسم واتضحت الملامح يعني وخلاص كده يبقى الشكل واضح وخلاص ايه
برضو التأجيل برضو مساندة للأخوة في المغرب إن شاء الله حتى يتجاوزوا المحنة دي بإذن الله تعالى. يعني طبعا القرار أعتقد من جميع الجوانب قرار يعني إيجابي، يمكن زي ما بيقولوا كده يعني الأقدار بتلعب دورها علشان توفيق الأوضاع بالنسبة للقوائم اللي هتبقى أو الأندية اللي هتمثلنا على البطولة الأفريقية والكونفدرالية السنة الجاية، الدوري يخلص بشكل مناسب، فكل دي كمان النادي الأهلي ونادي الزمالك استعدوا بشكل أفضل، فكل ده شيء إيجابي. طب أنا هتنقل لحضرتك للسريع